الجزائر تولي اهتماما متزايدا للمؤسسات الناشئة في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن جهودها لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي. ويعد دعم هذه المؤسسات جزءا من رؤية الحكومة الجزائرية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. من جهة أخرى، الشباب يعد المحور الرئيسي في نمو المؤسسات الناشئة، لأنهم القوة الدافعة نحو الابتكار. يمتازون بقدرتهم على التفكير خارج الصندوق، فهم أكثر دراية واستخداما للتكنولوجيا الرقمية. نعم، الشركات الناشئة هي مؤسسات من يحتضنها ومن يعمل على ترقيتها ومن يعمل على تكريسها في الواقع هم الشباب، فلذلك هي فضاء الشباب بامتياز، وربما هذا المعرض والحاضرين فيه يعكس هذا المعنى الذي أتحدث عنه. نطمح إليه النهار اليوم هو تعزيز هذه التجربة في الجزائر لتكون أكثر تجدرا بين الشباب الجزائري، وتصبح الجزائر عاصمة مؤسسات ناشئة في أفريقيا وهي كذلك. اهتمام هذه الفئة الشبانية بالمؤسسات الناشئة أمر انعكس في اختلاف ميادين ونشاطات هذه المؤسسات، مما قد يخلق فرصا أكبر وأفكار أكثر تمس جل القطاعات. احنا بمثابتنا يعني فاعل في المجال، وانا صاحب يعني ثلاث مؤسسات ناشئه، دونك يهمني المشاركه في هذا الحدث. اولا نتبادل الخبرات، ثانيا نوضع معكم شراكات، ايجاد فرص تمويل. من فكرة الإبداع والابتكار تخلق المؤسسات الناشئة فرصا متعددة لتطوير مهارات الشباب وتعزيز استقلالياتهم المالية والاجتماعية وتوسيع آفاقهم في بيئة ريادة الأفكار.